السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية اسمها Auto Dimension MEB، هتبدأ تضيف لك الدايمنشن زي ما نشوف دلوقتي مع بعض في الفيديو بحيث توفر عليك وقت. هتقول انت عايز تعمل دايمنشن بين ايه وايه، فيبدأ يضيف لك الدايمنشن زي ما انت شايف كده في المشروع كله مرة واحدة، فده طبعا اكيد هيوفر عليك وقت، حتى الحاجات اللي فيها ميل هيبدأ ان هو برضو يعملها لك. مصدق او لا تصدق، الأداة دي مجانية. وفيها شوية اختيارات كويسة. يعني ممكن بعد ما تخلص تلاقي في بعض الحاجات محتاجة يعني تعديلات بسيطة، بس هيكون أسهل بكتير جدا من إن تبدأ من الصفر. مفيدة جدا طبعا لو أنت شغال في شوب درونج. هو حتى في 3D عاملها لك كلها مرة واحدة. والشركة ديت برضو عاملة شوية تولز كتيرة زي فاميلي مانجر، اتكلمنا عنه قبل كده، ان انت عندك فاميلي كتير، فهو بيبدأ في المشروع بيبدأ ان هو ينظمهم لك، وممكن يعدل لك في البارامتر كله مرة واحدة. في اوتو سيف بحيث ان هو يسيف لك المشروع كل شوية، وتديله برضو الاختيارات اللي انت عايزها. ففي شوية تولز وتقريبا كلهم مجانيين، بس ما تطلش غير اللي انت محتاجه عشان الجهاز بتاعك ما يتقلش.